يعني للتوضيح بس، أنا كلامي عن اليهود المحتلين الذين يغتصبون الأرض المقدسة كلهم هكذا. هناك فئة منهم معتدلة، هؤلاء متفرقون في أمريكا وفي أوروبا، بل ويتظاهرون ضد إسرائيل وينصرون أهلنا في غزة. يهود، أنا وقفت معهم أمام البيت الأبيض في واشنطن وسلمت عليهم وشكرتهم لأنهم جاءوا ينصرون أيامها كانت لبنان، حرب على لبنان في 2006. يهود، ولذلك تجد عظمة القرآن هنا. القرآن منصف جدا، هذا كتاب الله، الله عز وجل لا يظلم أحدا، يعطي كل ذي حق حقه. ربنا قال إيه؟ ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هم دول اللي بيقولوا كلمة الحق دول. انظر إلى الإنصاف بتاع القرآن، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل. نحن نبغضهم، ولكن من كان له حق نعطيه حقه ونعترف بفضله. فلا تتعجب لما تلاقي واحد يهودي لابس البرنيطة دي ومضفر شعره ويقف في مظاهرة سواء في لندن أو في واشنطن أو في برلين ضد إسرائيل. هؤلاء هم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أما المحتلون لا سلام مع يهودي واحد. هذه أرضنا وهؤلاء أهلنا وتلك مقدساتنا وهؤلاء كلهم محتلون رجالا ونساء أطفالا وشبابا. إسرائيل هذا الكيان ليس فيه مدني، كلهم محاربون، رجالهم محاربون ونساؤهم محاربون، شيوخهم محاربون وأطفالهم محاربون، كلهم محاربون، ويتحقق فيهم حكم المحاربين. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار، وإن منها شقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغفير. لماذا الحجارة؟ تأملت وجدت أن لبني إسرائيل مع الحجارة ذكريات، هم يعرفون الحجارة جيدا، هم رأوا الجبل وهو ينتك، فلما تجلى ربه للجبل جعله إيه؟ بكى يخشع، هبط من خشية الله الجبل، ورأوا الحجر يضرب بالعصا فانفجرت منه 12 عينة من الحجر وخرج منه الماء. فهي كالحجارة. لماذا لم يقل كالحديد؟ مش كان قال فهي كالحديد أو أشد؟ لأن الحجارة أقسى من الحديد. الحديد إذا وضعته في النار يذوب، أما الحجارة فإذا وضعتها في النار فلا تذوب. فقلوبهم كالحجارة، أقسى من الحديد. وبعدين أو أشد، أو ألف واب لها معاني تأتي بمعنى الواو. خلي بالكم الحتة دي فيها لطيفة، يعني زي ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني وكفورا لا تطع آثما، ما هي أصلها ليست للشك. يعني لما ربنا يقول كالحجارة أو، طب يا رب احنا عايزين نعرف بالضبط هي كالحجارة ولا أشد قسوة، وربنا حاشا لله مش عارف، طب ليه يجيب الأو دي وهي للشك؟ أو هنا بمعنى الواو يعني كالحجارة وأشد كمان من الحجارة، زي ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقيل أو بمعنى بل، فهي كالحجارة بل أشد قسوة من الحجارة، زي ما جت في القرآن برضو وأرسلناه إلى 100,000 إيه أو. طب هو ربنا حاشا لله ما كانش عارف هم 100 ولا زيادة، فأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون. وزي إيه؟ فكان قاب قوسين، قاب قوسين أو هي بمعنى بل، فكان قاب قوسين بل أدنى من قاب قوسين. وقيل مثلين لقلب اليهودي، فبعضهم قلبه كالحجارة وبعضهم قلبه أشد قسوة من الحجارة. يعني في فئة كده كالحجارة وفيها أشد قسوة من الحجارة. هذا تفسير أو بس في الآية، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. كل هذه القسوة تجسدت، صبوا كل هذه القسوة وأخرجوها على غزة. ما يحدث في غزة خاصة أمس واليوم الذي قبله لم تشهد البشرية له مثيلا. أقسم لكم بالله، هذا الحرق بأبشع أنواع النيران لم يحدث في تاريخ البشر، ما حدث إطلاقا. يعني أكاد أقول أن العذاب الذي نزل على السماء في الأمم السابقة لم يكن كهذا. هذه حرب ضد الإنسانية، وهؤلاء ليسوا بشرا وليسوا ناسا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة.